بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهلا بكم في درس جديد من دروس النحو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن درس التعجب، ودرس التعجب له صيغتين، الصيغة الأولى سماعية والثانية قياسية. سماعية أو قياسية، يعني إيه صيغة سماعية؟ صيغة سماعية يعني أنت بتسمعها لكن ملهاش وزن، أما الصيغة القياسية فليها وزن بنعتمد عليه في استخراجها من الجملة. الصيغة السماعية زي ايه؟ زي ما واحد صاحبك مثلا يشوف حاجة جميلة في السماء فيقول سبحان الله، زي ما انتم بتعملوا كده بالظبط. أو واحد يشوف واحد صاحبه بيعمل حاجة كويسة فيقول له لله درك. أو ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لنا في الكتاب الكريم القرآن كيف تكفرون بالله؟ ده استفهام غرض التعجب. ازاي بعد ما شفتوا نعم ربنا دي كلها تكفروا بالله؟ نقول تاني، عندنا التعجب له صيغتان، الاولى سماعيه والثانيه قياسيه. الصيغه السماعيه اللي بنسمعها بس، والقياسيه اللي ليها اوزان بنمشي عليها. قلنا السماعيه زي سبحان الله، لله درك، كيف تكفرون بالله. اما الصيغه او الصيغه الثانيه هي الصيغه القياسيه، وبتيجي على وزنين. يا ريت نركز مع بعض، بتيجي على كم وزن؟ وزنين. الوزن الاول ما افعل، والوزن الثاني افعل بي. ما افعل وافعل بي. تعالوا كده نشوف المثال الاول، ما اجمل السماء، يبقى على وزن ما افعل. ما اجمل، ما افعل، ما اجمل السماء. لما نيجي نتعامل مع الجمله دي كاعراب احنا بنقسمها لاجزاء. الكلمة الأولى هي كلمة ما، وما دي تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ. نقول تاني مع بعض، ما التعجبية مبنية على السكون في محل رفع إيه؟ مبتدأ. وبدل قلنا مبتدأ يبقى نخلي بالنا عشان الجملة دي كده جملة اسمية، وكل اللي جاي بعد ما هنعتبره خبر. يبقى ما، يلا، ما التعجبية مبنية على السكون في محل رفع إيه؟ مبتدأ. نيجي بعد كده أجمل، أجمل دي فعل إيه؟ برافو عليكم، فعل ماضي مبني على الفتح، يبقى أجمل فعل ماضي مبني على الفتح. طب هو مين اللي جمل السماء؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ هو، والسماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. السؤال هيجي إزاي في الامتحان؟ هيجيب لك جملة زي دي، بيقول لك استخرج المتعجب منه. المتعجب منه هو اللي بيجي بعد ما افعل، يعني ما اجمل السماء يبقى المتعجب منه السماء، ما اروع البناء يبقى المتعجب منه هو الايه؟ هو البناء، تمام؟ واي حاجه هتيجي مكان السماء او مكان البناء هنقول ان هي في محل نصب مفعول به. يلا نقول تاني، يبقى ما تعجبيه مبنيه على السكون في محل رفع مبتدا، واجمل فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل بتاعه ضمير مستتر تقديره هو، والسماء ده المتعجب منه مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. طب احنا كنا قايلين ان ما دي مبتدا، فين الخبر بتاعها؟ الخبر بتاعها الجمله اللي جايه بعدها دي، اللي هي اجمل السماء في محل رفع كلها خبر للمبتدا ده. دي الصيغة الأولى اللي هي صيغة ما أفعل. تعالوا نشوف مع بعض الصيغة الثانية اللي هي أفعل بي، وجبتها لك هنا في مثال أجمل بالسماء. أجمل بالسماء، أجمل دي زيها زي إيه؟ زي أخرج، صح؟ كل اللي بيقرأ الكلمة دي بيفتكر إن هي فعل أمر، بس في الحقيقة هي فعل ماضي جاء على صيغة الأمر. فعل ماضي جاء على صيغة الايه؟ الأمر. يعني ايه جاء على صيغة الأمر؟ يعني ايه شكل الأمر؟ بس هو مش فعل أمر، هو فعل ايه؟ فعل ماضي. والباء دي حرف جر زائد، هناخدها بعد كده تاني إن شاء الله في البلاغة. حرف جر زائد يفيد التوكيد، حرف جر زائد يفيد التوكيد. طيب دلوقتي متعجب منه في أجمل بالسماء هي كلمة ايه؟ السماء. قلنا قبلها حرف جر زائد، فهقول ان كلمة السماء دي اسم مجرور لفظا مرفوع محلا فاعل،
اسم مجرور لفظا مرفوع محل فاعل عشان ما ننساش وما نتلخبطش. احنا عندنا قلنا كام صيغه؟ اثنين، ما افعل وافعل به، المتعجب منه مع ما افعل مفعول به، تمام؟ اما بعد ما افعل به هيبقى اسم مجرور لفظا مرفوع محل فاعل. نيجي بعد كده لاهم نقطه في الدرس وهي شروط افعل التعجب. شروط افعل التعجب اللي هي اجمل واجمل الاثنين. الشروط اللي لازم تكون موجوده في افعل التعجب ايه هي؟ يلا نقول مع بعض: ثلاثي متصرف تام مثبت، ثلاثي متصرف تام مثبت، معلول متفاوت افعال فعلها. ثلاثي متصرف تام مثبت، معلول متفاوت افعال فعلها. مستر مش فاهمين اي حاجه، تعالوا كده بالراحه. احنا قلنا الثلاثي يبقى الفعل المفروض ان هو يكون الفعل الماضي يكون من كام حرف؟ ثلاث حروف. متصرف يعني ما يكونش فعل جامد. هي ايه هي الافعال الجامده؟ نعمة، بئس، حبذا، لا حبذا، وليس. يعني لو جيت في الامتحان قال لك عايز التعجب من نعمة، لا لا يجوز. بئس نفس الكلام. فعل تام يعني ما يكونش ناقص. الافعال الناقصه خدناها زمان في سته ابتدائي كان واخواتها، ولما طلعنا ثانوي كمان اخذنا كان واخواتها. يبقى ما ينفعش ان انا اجيب التعجب من كان واخواتها ولا كاد واخواتها. طيب مثبت يفضل طبعا ان الفعل يكون مثبت. يعني ايه مثبت؟ عكس المثبت ايه؟ منفي. يعني الفعل ما يكونش منفي. ثلاثي متصرف تام مثبت، معلوم متفاوت افعال فعلها. يعني ايه معلوم؟ يعني ما يكونش مبني للمجهول زي يضرب ويقتل الى اخره. طيب متفاوت، ودي هنعلم هنا العلامه الثانيه. يعني ايه متفاوت؟ الفعل المتفاوت اللي هو فيه درجات. يعني ايه؟ يعني مثلا الفعل مات والفعل هلك وفنى، ينفع اقول ان الاثنين ميتين قدامي اقول لا بس فلان ده شكله اموت من فلان؟ لا طبعا. ليه؟ لان الفعل مات ما فيهوش درجات، هو فلان مات وخلاص، صح كده؟ يبقى ثلاثي متصرف تام مثبت، معلوم متفاوت افعل فعلا. ايه موضوع افعل فعلا؟ احنا عندنا مثلا افضل المؤنث بتاعها ايه؟ فضلا، اعلى، عليا، ادنى، دنيا، ده كده على وزن افعل فعلا. طب هو في ممكن افعل يكون مؤنث غير فعلا؟ اه طبعا. قال لي ما دل على عيب او لا. يعني ايه؟ لما اقول مثلا اعور، المؤنث بتاعها ايه؟ عوراء، تمام؟ اخضر، خضراء، ابيض، بيضاء. يبقى احنا عايزينه على افعل فعلا ومش عايزينه على افعل ايه؟ فعلا. طيب مستر هنعمل بدون ايه؟ هنيجي نسمعهم في الامتحان. اللي عايزك تحفظه بس رقم اثنين ورقم سته، عشان دول ما ينفعش يجي منهم التعجب خالص تحت اي ظرف من الظروف. لو جابهم لك في الامتحان قول له لا ياتي منهم ايه؟ تعجب. اما الباقي انا ممكن اشوف له واسطه. يعني ايه اشوف له واسطه؟ يعني مثلا ثلاثي، طب لو جاب لي غير ثلاثي زي مثلا استخراج، اقول له ايه؟ ما اجمل استخراج البترول. انت عملت ايه يا مستر؟ انا جبت صيغه من عندي اللي هي ما اجمل او اللي تعجبك او ما اشد او ما اعلى او الى اخره. اي صيغه تجيبها من عندك وتحط لي بتعجبك. يعني مثلا استخرج يبقى ما اجمل او ما افضل استخراج البترول. طيب نيجي بعد كده تام، عكس التام ناقص، كان واخواتها. مثلا يكون، اقول ما افضل ان يكون المسلم صادقا. يبقى انا كل واحده من دول انا ينفع ايه؟ ان انا اتصرف فيها. تعالوا كده نشوف اسئله الامتحانات بتقول ايه. يلا استخرج المتعجب منه في هذه الجمل: ما اعظم انتصار المصريين. ها دي صيغه ما افعل ولا افعل به؟ ما افعل. فين المتعجب منه؟ قلنا اللي بعدها على طول اللي هو انتصار ده. هعرفه ايه؟ مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. الامتحان اللي بعديه: ها في قوله تعالى اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا، فين المتعجب منه؟ اسمع به، مش دي الصيغه؟ يبقى الضمير اللي جه ده هو المتعجب ايه؟ منه. طب تعالى كده، تعجب مما ياتي، لا يترك المجرم.
هل ايه؟ قلنا ان الصيغه عندنا ثابته اهي، ما اجمل ما افضل، تمام؟ لان الفعل ده فعل ايه؟ منفي وكمان مبني للمجهول، فمش هينفع اجيبه بصيغه مباشره ابدا، فهجيب من عندي ها ما افضل الا يترك المجرم. وخلي بالك ان بعد المبني للمجهول بيجي نائب فاعل ايه؟ مرفوع. يلا السؤال اللي بعدين، ليس المسلم كذابا. ها ليس ده فعل جامد، لا استنى بقى كده يا مستر، احنا قلنا فعل جامد هنا اهو، الفعل الجامد ده ما ينفعش اجيب منه افعل الايه؟ التعجب. نيجي بعد كده مات الغلام، ينفع اجيب تعجب؟ لا طبعا، لانه غير قابل للتفاؤل. طب خضره الزرع، هقول ما اشد او ما اشد خضره الزرع او ما اجمل خضره الزرع، وبكده احنا خلصنا درس التعجب وحلينا عليه بعض الاسئله. توفيق ان شاء الله.